جزاكم الله خيرا. تقول: حينما أكبر وأشرع في الصلاة أبدأ بقراءة الفاتحة، حينئذ تنوبني هواجيس ووساوس ولا أدري ماذا قرأت، أضطر إلى رفع صوتي بقدر الإمكان، فما حكم ذلك؟ لا تلتفتي إلى هذا الوسواس ولا تهتمي به، عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة، ثم تقرأين الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن في الركعتين الأوليين، ولا تلتفتي إلى الوسواس لأنه يشوش عليك الصلاة وربما يزيد عليك ويحيرك. استعيذي بالله من الوسواس ومن الشيطان ولا تلتفتي إليه، امضي في صلاتك وقراءتك ويزول عنك إن شاء الله.